أنا لا أطالبك بشيء إن كان ضميرك لا يدفعك للقول. اسمح يا وهيب، قبل اختفائك وقع تفجير سوبر ماركت المدينة واتهموك، ثم اختفيت، وبعد اختفائك وقع تفجير آخر قتل فيه أبناؤك وأصيبت فيه زوجتك، وحال عودتك استهدفوك بالقتل. هذه أثمان باهظة يا وهيب، أثمان باهظة. لك مطلق الحرية أن تقول أو لا تقول، ولكن اعلم أنك تتحمل نتيجة عدم تعاونك معنا. لا، لن أقول، لن أقول، لأنك أنت نفسك لن تحتمل ما سأقول. جربني. الذي خطط لعملية سوبر ماركت المدينة وقام بتنفيذها هو حمد أخوك.